نترشح إلى الدور الثاني، وبعد قليل سنستمع إلى النشيد الرسمي للبلدين. إلى النشيد الرسمي المصري. إلى النشيد الرسمي التونسي، وبعد قليل إذا سنستمع إلى النشيد الرسمي المصري. إذن كان هذا النشيد الرسمي المصري، وهذه المباراة تدور في الصالة الكبرى بالقاهرة بعد ما أجرى دور التمهيدي بقاعة اتحاد الشرطة، وهذه قاعة كبيرة حتى نحن نعلق من مكان بعيد محاذي للمرمى، والقاعة هذه تتسع إلى حوالي 30,000 متفرج، لكن الجمهور يفوق بقليل 20,000 متفرج يحضروا هذا اللقاء الهام اللي باش يجمع بعد قليل المنتخبين التونسي والمصري، وثم احمد بلال قائد فريق المصري ورياض الصنع الى جانب ثنائي التحكيم وهوغناس. وبالنسبه لتشكيله الفريقين بلال، ثم بعض التغييرات الطفيفه على مستوى تشكيله المنتخب التونسي على ما اعتقد. فعلا توفيق بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، نلقاو رقم 3 عصام تاج
وليد بن عمر رقم 7، محمد مسعودي رقم 8، زهير بن مسعود رقم 9، علي مادي رقم 10، مكرم الجرو رقم 11، رياض الصنعة رقم 12، زهير بن مسعود رقم 5، صبحي سيود رقم 14، هيكل مقنم رقم 15، سليم الزيني رقم 16 وحارس مرمى ثاني. ذكر اسبوعي ينضم للتشكيله المره هذه رقم 17 ويدرب المنتخب الوطني السيد العياري وسعيد عمار. بالنسبه لتشكيله المنتخب المصري رقم 2 احمد عطار، 4 اشرف مبروك، 5 محمود حسين، رقم 8 نبيل جوهر، 9 مجدي عبد المجد، 10 شريف مومن، 12 محمد النقيب، 13 عمرو جيوشي، 14 مروان رجب، 15 حازم عوض، 17 احمد بلال، و18 خالد العوضي. ويدرب الفريق كوستا خابيي ومراد كريم. كيفاش يترشح الزوز منتخبات؟ المنتخب التونسي في المجموعه الاولى فوق على الارجنتين في المقابله الاولى 23-19، ثم تعادل مع المغرب 23-23، وانهزم امام الدنمارك 23-19، ثم تفوق على المنتخب الجزائري 23-20 في المباراة الأخيرة، انهزم أمام المنتخب الإسباني 33-23. بالنسبة للمنتخب المصري كان فاز يوم غرة الجمعة قبل بعد حفل افتتاح أمام البرازيل 28-19، ثم انتصر على كوبا 31-29، ثم أمام السعودية 19-16، وهزمة مصر أمام ألمانيا المباراة الوحيدة اللي هزمت فيها كانت 23-18، وأخيرا انتصرت مصر على مقدونيا في هذا اللقاء الاخير. اذا اليوم جماهير غفيره تحضر هذا اللقاء، لقاء القمه اللي يعتبروه الصحافه المصريه، لقاء بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري اللي سبق لهم باش يتقابلوا في اخر لقاء اليوم في البطوله الافريقيه للامم بجوهانسبورغ، وكان تفوق للمنتخب الوطني التونسي امام المنتخب المصري بكامل عناصره بعد لجوء الى حصتين اضافيتين، وكانت نتيجه 26-23 للمنتخب الوطني التونسي. إذا كما كنت تقرأ المدرب الفريق هو سيد العياري مش نزيب عزيز وهو رئيس الوفد. وفيما يخص مباريات الدور الربع النهائي منذ قليل دارت بعض المباريات، وهنا إذا تعطى إشارة انطلاق هذه المباراة، نتابعوها مع بعضنا ونعطيكم بعد ذلك نتائج الفرق المترشحة. إذا تشكيلة المنتخب المصري الأساسية: حازم عواد وشقيقه أشرف عواد ظهير، محمود حسين كظهير، ومؤمن شريف. تقريبا التشكيله تغيرت، مش هذه التشكيله الاساسيه، فما بعض التغييرات الطفيفه. نعرفوا اللي لاعب رقم 2 احمد العطار هو يلعب كاساسي، واشرف عواز يلعب كان في الدفاع. مروان رجب بيحاول يمر من عصام تاج، وامامه عصام تاج وكذلك محمد المسعودي ومكرم الجرو الثلاثي اللي تعودنا به في دفاع المنتخب الوطني التونسي. دفاع 3-3 اذا. مروان نبيل جوهر احسن لاعب في افريقيا في جوهانسبورغ يحاول يمر، وهو لاعب الدائره المصري يحاول يمر، وانذار ضد محمد المسعودي. 53 ثانيه منذ انطلاق اللقاء، والنتيجه 0-0 بين تونس ومصر في لقاء الدور الثمن النهائي بين تونس ومصر امام اكثر من 25,000 متفرج بالقاعه الكبيره، بالقاعه المغطاه، الصاله الرئيسيه في مجمع الصالات. ويستأنف اللعب أشرف عواد، مروان رجب، محمود حسين أمامه مكرم الجرو، أشرف عواد إلى مروان رجب، ورياض الصنعة ممتاز، وأول كرة ياخذها المنتخب التونسي، ترجع المنتخب التونسي. إذا ترجع المنتخب التونسي، ومنذ البداية إن شاء الله الصانع نعرفوه تألق خلال هذه الدورة، وكان تألق خصوصا في الأدوار نصف النهائية في بطولتي إفريقيا للأمم. ان شاء الله البدايه تكون معاه طيبه. اذا زهير بن مسعود، محمد مادي، توصل الى صبحي سيود، علي مادي، صبحي سيود، وليد بن عمر يحاول باش يصوب، يتحصل على مخالفه 9 امتار، وثم تنبيه شفوي بين محمد المسعودي ومدافع من جانب المنتخب المصري. محمد المسعودي، وليد بن عمر، ثم توصل الى زهير بن مسعود، يحاول وتوصل الكره، يتعكس الهجوم، ما توصلش الى المسعودي ويتعكس الهجوم سريع، اشرف عواض ويسجل الهدف الاول لفائده المنتخب المصري. هو معروف اشرف عواض، امامكم اشرف مبروك. اذا هدف مقابل 0 لفائده المنتخب المصري. إذا قوة نقاط قوة المنتخب المصري هو الهجومات المعاكسة، عندما الفريق الخصم يضيع كرة
تلقى اللاعبين متاهبين كما يلزم، خاصه اشرف عواد اللي دائما وشاهدناه في كل المقابلات اللي لعبها منتخب مصري تنتهي عليه كل العمليات وهو يكون اخر ملاعب يكمل الكره. والنتيجه هدف لصفر بعد دقيقه و57 ثانيه. بالنسبه لسجل المنتخب المصري في البطوله العالميه، اول مشاركه ليه كانت سنه 64 في تشيكوسلوفاكيا، سنه 93 السويد تحصل على المرتبه 12، في ايسلندا سنه 95 تحصل على المرتبه 6، وفي اليابان سنه 97 تحصل كذلك على المرتبه 6. اذا ترجع الكره لفائده المنتخب التونسي، توصل الى وليد بن عمر محمد مادي. محمد مادي هو احسن هداف الدوره الاولى برصيد 36 هدف، وهو محمد مادي سجل اذا هدف التعادل الى جانب جوزيف من المجر، لكن في المحاولات كان المعدل المحاولات بالنسبه لمحمد مادي احسن. اذا النتيجه هدف مقابل هدف في بدايه هذه المباراه. مروان رجب، محمود حسين، دفاع تونسي، دفاع 3-3 اللي نجح الى حد ما في اغلب المقابلات. ولا ما تخرجش مروان رجب، بياخذ على الكره وفما رميه حره. كذلك جماهير تونسيه تحضر هذا اللقاء اللي كانت حضرت لقاءات الدور الاول بالنسبه للمنتخب التونسي. اشرف عواد امام عصام تاج وفما رميه حره. حازم عواد الى شقيقه اشرف عواد، مروان رجب بيحاول يمر من عصام تاج، عمليه تقاطع محمود حسين ويمر امامه محمد مسعودي. نبيل جوهر في التنفيذ، نبيل جوهر يعد من ابرز اللاعبين المصريين كلاعب دائره، لاعب يخدم مليح الزملاء اللي يضربوا من وراء 9 امتار. اشرف عواد الى نبيل جوهر ومحمود حسين توصل الكره، شريف مؤمن يحاول يخرج بالكره وامامه عصام تيز ورميه حره. مهمه الدفاع التونسي بتكون صعيبه نوعا ما امام هجوم مصر، وتتقص كرة ويقول حكم رمية حرة. لازم الدفاع يصبر أكثر من اللازم لأنه كل كرة بحسابها. ثلاثة دقائق و42 ثانية منذ انطلاق اللقاء، اللقاء الأخير ليجمع المنتخب التونسي والمنتخب المصري في مجمع صلاة في القاعة الرئيسية. أشرف عواد يتأهب للتصويب وعملية ثنائية. أشرف عواد يحاول يصوب امامه عصام تاج. اشرف عواد يصوب كما جات والبرا. اذا محاوله فاشله من اشرف عواد، ونعرف بالنسبه لحكايه ثم قصه ما بين اشرف عواد والحارس رياض صنع اللي دائما وابدا يتصدى لتصويباته، وان شاء الله تتوصل هذه الامور على اساس انه يرفض في بعض الاحيان حتى التصويب. ترجع محمد مادي، وليد بن عمر، صبحي سيود، علي مادي، صبحي سيود، وبن عمر، بن عمر يثوب وممتازه جدا تحتيه، والهدف الثاني. اذا هدفين مقابل هدف لفائده المنتخب التونسي امام المنتخب المصري. اذا تتغير النتيجه، تصبح فائده منتخبنا الوطني 2-1 بعد مرور 4 دقائق و32 ثانيه في هذا الشوط الاول، ودفاع دائما متقدم، تتقص من عصام تاج وترجع لمحمد مادي، هجوم عاكس. محمد المسعودي وجه لوجه ويسجل 3-1. يلزم المنتخب التونسي منذ البداية يسجل التفوق أمتاعه، حتى خصوصا أنه تصبوا المعنويات مرتفعة، وشوفوا محمد المسعودي هنا كان هجوم معاكس سريع ويتمكن إذن من تسجيل الهدف الثالث وتسعيد الفارق إلى هدفين. وبطبيعة الحال مثل هذه الأمور تخلي الفريق التونسي يلعب أراحة، خصوصا بعد مرور 5 دقائق لعب. حسين محمود والصانع يتألق ويخرج هذه الكرة، محاولة كانت اذا من محمود حسين والصانع يتألق ويحول وجهة هذه الكرة ممتازة. هذا اللاعب اليساري محمود حسين، والصانع كالعادة يتألق امام هذه المحاولة. ترجع الى صبحي سيود، وليد بن عمر، محمد مادي، زهير بن مسعود، ترجع وليد بن عمر، صبحي سيود، علي مادي، ويمشي صبحي سيود ويتحصل على مخالفة 9 امتار بعد تدخل من الجيوشي، عمرو جيوشي رقم 13. ترجع صبحي سيود، وليد بن عمر، محمد مادي،
من جديد من عمر صبحي سيود. صبحي سيود يحاول باش يصوب ويتحصل على مخالفة 9 امتار بعد تدخل مرة أخرى من عمر الجيوشي. من جديد صبحي سيود، علي مادي، صبحي سيود، بن عمر يموه بن عمر وترجع إلى صبحي سيود ومخالفة 9 امتار. ودائما أبدا الجيوشي ثم محاصرة أكيد لصيقة على اللاعب صبحي سيود. محمد المسعودي في تنفيذ الرمية الحرة. وليد بن عمر، وليد بن عمر ويرجع كرة ورائية إلى صبحي سيود. صبحي سيود يصوب، ممتازة ممتازة من صبحي سيود، الهدف الرابع. 4-1 لفائدة المنتخب التونسي. بداية بلال طيبة جدا، ما نجموش نلقاو بداية أحسن من هكا وأحسن سيناريو للمنتخب التونسي. وطبعا في كرة اليد نعرفوا اللي طبعا تجي تغير فيسع فيسع، لكن البداية موفقة جدا خاصة للدفاع. وفي كرة اليد إذا كان مشى الدفاع يمشي الهجوم، وإن شاء الله الدفاع التونسي اللي توا قاعد صامد وراه حارس كبير اسمه رياض السنع مش مقصر بالكل. الكرة مرتدة من محمود حسين. محمود حسين. إذا 4-2 تصبح النتيجة دائما أبدا لفائدة المنتخب التونسي. كانت راوغة الصانع مشيت على يمينه بعد ما مشى على يساره. إذا ترجع الكرة وليد بن عمر، صبحي سيود، علي مادي، صبحي سيود، وليد بن عمر، محمد مادي، من جديد وليد بن عمر وترجع صبحي سيود ورائية محمد مادي. مخطئ من محمد مادي، حب يمدها إلى شقيقه ويتعكس الهجوم لفت المنتخب المصري. وترجع مجدي أبو المجد وسجل. هذا من احسن المدافعين في المنتخب المصري ومعروف بسرعته في نزل الهجومات المعاكسه، هو زميله عمر الجوشي. كان خطا من محمد مادي، احتفظ شويه بالكره، حب يتخلص منها وما كان باش يحب يمدها الى شقيقه. بطبيعه الحال كانت مخطئ. على كل ترجع الكره الى محمد مادي. بن عمر، صبحي سيود، علي مادي، صبحي سيود، وليد بن عمر يحاول باش ترجع الى صبحي سيود. صبحي سيود ومحمد المسعودي ثم محمد مادي الى زهير بن مسعود كجناح وتصل الى مسعودي ويسجل مسعودي. اذا الهدف رقم 5. عمليه ثنائيه بين زوج لاعبين يعرفوا بعضهم مليح، زهير بن مسعود ومحمد المسعودي، وتتوج بهدف 5 للمنتخب الوطني التونسي. 5-3 اذا النتيجه. نذكر السادة مشاهدي قناة تونس 7 الفضائية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، الإطار هو الدور ثم النهائي لبطولة العالم لكرة اليد اللي يجمع المنتخب الوطني التونسي بنظيره المصري. أشرف عواد، محمود حسين ما توصلش، ورمية حرة وأمامه محمد المسعودي. محمد مادي كذلك يحاصر نبيل جوهر لاعب الدائرة الممتاز والبرة، لكن الحكم يقول فما رمية حرة. أكثر المحاولات هي من محمود حسين اللاعب اليساري. إلى حد الآن تركيز على الجهة اليمنى للمنتخب المصري. عملية تقاطع، مروان رجب، محمود حسين، وأمامه عصام تاج هذا اللاعب الشاب اللي كذلك ينتمي للمنتخب الوطني الأوسط اللي تشارك في البطولة العالمية بقطر في شهر أوت. وفما الوقت يقف بعد إصابة محمود حسين. إذا نستغلوا بلال توقيف اللعب حتى نقولوا نعطيوا النتائج نتاع الدور ثم النهائي. بالنسبة لكوبا كان فاجأت الدنمارك 32-24 بعد ما انتهاء الشوط الأول 13-14 في الدنمارك، ثم ألمانيا انتصرت على الجزائر 28-17 بعد ما انتهى الشوط الأول 14-9، روسيا انتصرت على كوريا وترشحت إذا روسيا 31-29 16-8 الشوط الأول، والفائز من مباراة مصر وتونس باش يتقابل مع الفريق الروسي في الدور الربع النهائي. المجر مع فرنسا انهزمت 23-24 بعد ما كانت كذلك منهزمه في الشوط الاول 14-11. اسبانيا ربحت البرازيل بفارق 10 نقاط 27-17 بعد ما انتهى الشوط الاول 15-5، ويوغوسلافيا انتصرت في الشوط الاول 12-6 على كرواتيا، وكذلك السويد على النرويج في الشوط الاول 8-6، وهذه المباراه ما زالت في بدايتها بين تونس ومصر. يستأنف اللاعب اذا مروان رجب يدخل كلاعب دائره ثاني، محمود حسين الى اشرف عواد، محمود حسين ويحاول يصوب ودفاع مستيقظ وفايق كما يلزم. نبيل جوهر الى ويسجل،
لعب رقم 18 مروان، مروان رجب. إذا فارق هدف واحد فقط 5-4 لفائدة المنتخب التونسي. ترجع الكرة محمد مادي، زهير بن مسعود، محمد مادي. من 10 دقائق لعب والنتيجة لفائدة المنتخب التونسي 5-4. صبحي سيود بن عمر، محمد مادي، بن عمر، وتوصل إلى صبحي سيود، ويلزم يحتاط المنتخب التونسي من تمريرات لأنه ثم تقدم المدافعين، ووليد بن عمر يتحصل على مخالفة. رمية حرة إذا لفائدة المنتخب التونسي. زهير بن مسعود، بن عمر، صبحي سيود، وتوصل لعلي مادي. صبحي سيود باش يصوب ويصدى الحارس هذه المرة ويتعكس الهجوم إذا لفائدة المنتخب المصري. أشرف عوار يصوب ومن بعيد ويسجل. كان رياضة الصنعة تبع كورته مليح لكن كورة قوية لمست يدينا رياضة الصنعة وكان مقالها الشباك. والتعادل 5-5 بعد مضي 11 دقيقة على بداية هذا الشوط الأول. إذا ترجع الكرة في المنتخب التونسي. صبحي سيود، وليد بن عمر، وليد بن عمر مع نبيل، ترجع من وليد بن عمر من جديد وأرضية. وليد بن عمر تسرع في هذه التصويبة بالنسبة لوليد ويعكس الهجوم لفائدة المنتخب المصري. أشرف عوض ومروان، أشرف عوض من جديد، ترجع الكرة لمروان رجب. تغييرات بالنسبة للدفاع والهجوم بالنسبة للمنتخب التونسي والمصري. خلي الكرة يخرج الجوش ويدخل حازم عواد ويخرج وليد بن عمر ويدخل عصام تاج، وهدف مرة أخرى من أشرف عواد وتفوق مرة أخرى للمنتخب المصري، أول تفوق للمنتخب المصري. إذا 6-5 يلزم يعرف المنتخب التونسي كيفاش ما يمرش فترة فراغ كبيرة في المباراة. أكيد أن كثير من كل فريق لابد باش يمر فترة فراغ ويلزم الأمور تمشي أحسن ما يكون بالنسبة للمنتخب التونسي وما يحاولش يتسرع في التصويبات. ترجع وليد بن عمر، صبحي سيود، بن عمر من جديد، محمد مادي، زهير بن مسعود، صبحي سيود، صبحي سيود، وترجع من جديد الكرة إلى اللاعب محمد مادي، وثم انذار يوجه الحكم للاعب رقم 10 شريف مؤمن. توصل وليد بن عمر وثم رمية حرة من جديد ضد نبيل جوهر من أحسن لاعبي المنتخب المصري. كذلك نجد توفيق بعض العناصر اللي كانت شاركت في بطولة العالم للأواسط سنة 93 المنتخب المصري وفاز بالبطولة العالمية، وذلك على الصحافة المصرية تحس اللاعبين هذوما باش يفوزوا ببطولة العالم بالنسبة لهذه الدورة، الدورة 16 لكرة اليد للدور بمصر. إذا ترجع كرة محمد المسعودي في تنفيذ رمية حرة. بن عمر، صبحي سيود، علي مادي، صبحي سيود من جديد، بن عمر، محمد مادي، زهير بن مسعود، محمد مادي، وثم الكرة ما توصلش إلى محمد المسعودي. تمريرها كانت تسرع في التمرير وهجوم عكس أشرف مؤمن وثم مخالفة 9 أمتار شريف مؤمن، وثم إنذار. ثم إقصاء للاعب زهير بن مسعود بعد تدخله الأخير، ما كانش تدخل عادي جدا بالنسبة لكرة اليد، يمكن يستوجب دقيقتين، لكن الحكم خرج الورقة الحمراء. ثنائي التحكيم من النرويج وهوجناس، هاي الإعادة. وزهير بن مسعود يقصيه الحكم. وفي البداية شفنا كيفاش إذا التحكيم كيفاش يمشي. على كل ما نحبوش احنا ندخلوا في هذه المتاهات.
وكانت محاولة هجومية من شريف مومن هو اللي قام، وثم تصدي بطبيعة الحال من جانب المدافع التونسي والظهير زهير بن مسعود، وكان قرار قاسي وكل هذا بكل حياد وبدون تعصب. على كل تشعل الكرة المروان ثم محمود حسين وشريف شريف مومن ويسجل على الجناح 7-5، لأن الفارق بهدفين بفائدة المنتخب المصري اللي استغل خروج الظهير الأيمن زهير بن مسعود وبعد مراوغة أيضا يسجل الهدف رقم 7. ترجع كرة أيضا لفتح المنتخب التونسي صبحي سيون، وليد بن عمر، محمد مادي، وبالنسبة لمحمد المسعودي يصبح كظهير. وثم محاولة خروج المدافعين على اللاعبين المنتخب التونسي في خصوصا في التمريرات ما بين صبحي سيود وكذلك وليد بن عمر، ويزم يتفطن ويوصل محمد مادي صوب ويسجل الهدف رقم 6. باهي من محمد مادي، اذا 7-6 فارق هدف، والمنتخب التونسي مازال يلعب منقوص من اللعب. اذا بعد دقيقتين يرجع لاعب مكان زهير بن مسعود باعتبار ان ورقه حمراء ينجم من خلالها المنتخب التونسي يلعب يدخل لاعب مكانه، لكن اذا كان الحكم يقصيه وعنده اشاره بيديه يقوم بها فانه اللاعب هذاك الفريق يلعب كامل المباراه. 5 لاعبين معاكس، محمد مادي وجه لوجه يراوغ ويسجل، ممتازه من محمد مادي، والتعادل مره اخرى 7-7. وهنا صمت كبير بعد هذا الهجوم من جانب المنتخب التونسي في هذه القاعة الكبرى والكبرى جدا. على كل حال إن شاء الله بالنسبة للأمور التكتيكية اللي يرسمها الممرن منذ البداية ما تعطيش نتيجة عكسية، على أساس أن زهير بن مسعود كان تألق في المباريات الأخيرة كجناح وسجل العديد من الأهداف، وهنا إذا المنتخب المصري سجل هدف رقم 8 وتصبح النتيجة 8-7 لفائدة المنتخب المصري عن طريق مروان رجب. ترجع كرة محمد مادي، محمد المسعود، وليد بن عمر، صبحي سيود، علي مادي، صبحي سيود، بن عمر، خصوص يدخل إذا اللاعب رقم 11 بالنسبة للمنتخب التونسي، وطاس باهي من وليد بن عمر يصوب ويسجل هدف التعادل. إذا 8-8، وإذا اللاعب مكرم الجرو يدخل ويصبح هو ربما يلعب كظهير مكان زهير بن مسعود. هاي الإعادة بالنسبة لما قصرش اللاعب وليد بن عمر وإيموه ويراوغ ويسجل هدف التعادل. فما رمي حرة لكن الهدف سجل من شريف مؤمن، وذكر أسبوع ياخذ مكانه في الدفاع مكرم الجرو أمامه محمود حسين وعيسام تاج أمام مروان رجب، وتوصل نبيل جوهر والبرة، والحكم بيقول ضرب الجزاء كان وحده نبيل جوهر، ودقيقتين ضد محمد مادي. ان شاء الله ما يكونش القرارات من جانب واحد. على كل حال ترجع الكرة لفائدة المنتخب التونسي، توصل الى وليد بن عمر، ثم تغييرات في المراكز، علي مادي يصبح يلعب كظهير، علي مادي، مكرم الجارو، ثم بن عمر تهرب عليه الكرة، ومن حسن حظا علي مادي يقوى هذه الكره، وثم مقاصه ضد مروان رجب. ما قصرش علي مادي في اخذ هذه الكره وقصها. ترجع الكره اذا الى صبحي سيود، ثم بن عمر، مكرم الجرو، بن عمر، صبحي سيود، بن عمر يحاول باش يصوب، باهي من بن عمر ويصوب يسجل هدف، ممتازة من بن عمر. 9-8 يصبح الفارق هدف لتونس، يعود تفوق للمنتخب التونسي. ثم إصرار من وليد بن عمر، شوفوا ثم قاعد يتلقى في الضرب والإثبات، ولا حركة للحكم في تنبيه أو كذلك استبعاد اللاعبين. شوف مروان رجب هنا كانت عملية واضحة،
وعلى كل يبقى اللاعب لفائده المنتخب المصري مروان رجب، محمود حسين، اشرف عوض يحاول باش يصوب ويصوب ويسجل من 9-9. رابع هدف لاشرف العواض منذ بدايه اللقاء، ورياض السنة عودنا بانه يحفظ برشا هذا اللاعب، خاصه انه تقابل معه عده مناسبات، ولكن دفاع الى حد الان وجهه اليسار سجل منها برشا اهداف كان يمكن تلافيها. اذا 18 دقيقه لعب نتيجه التعادل 9-9. توصل صبحي سيود بن عمر، صبحي سيود علي مادي، صبحي سيود يراوغ، صبحي سيود ويحاول باش يصوب وتخرج الكره، لا ما خرجتش وتعكسها الهجوم اللي فاز المنتخب المصري عن طريق اشرف عواض الان، والصانع يتالق ممتازه منه وترجع مروان رجب وصنع من جديد وتصل محمد مادي وهجومه عكس المنتخب التونسي، علي مادي وجه لوجه وباهم علي مادي يرفع الكره ياسر بالحارس، يرفع الكره ياسر بالحارس وجه لوجه، حب يسجل فنيات لكن رفع الكره برشا، على كل تبقى النتيجه 9-9. والصانع في هذه اللقطه الاخيره بلال تالق كاحسن ما يكون في مناسبتين متتاليتين. وماهوش وقت فنيات توفيق بالنسبه لعلي مادي، يضيع كره في وقت حساس لانه المباراه ماشيه هدف بهدف، وتعرف الكره كيما هكا تخلي تسند اعصاب حتى زملائه باعتبار انه الدفاع يتعب برشا باش يتلافى هدف، وكره كي تضيع كيما هكا الظاهر كاينه استسهال بالنسبه لعلي مادي. على كل المباراه مازالت متواصله، 19 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، مروان رجب امامه عصام تاج، وفما رميه حره للمنتخب المصري، نبيل جوهر، مروان رجب، عصام تاج يتبع زميله، فما وقت مستقطع يقف الوقت، فما مسح الارضيه باعتبار انه دائما اللاعبين يسقطوا على الارضيه وتكون مبله. وفي حراس مرمى بالنسبه للمنتخب المصري ينزل الحارس رقم اسمك محمد نقيب، وهذا الحارس كان مع بقيه زملائه اشرف عواز اللي تحصلوا على بطوله العالم سنه 93 بمصر، اللي دارت بمصر، مؤمن شريف، لا لكن الحكم يقول فما مشي بالكره، فما رمي حر قبل، ذكر اسبوعي الى حد الان ما توفقش باش يوقف هذا اللاعب. امامكم الاعاده، محمود حسين، مروان رجب، محمود حسين يصوب، ورياض السنة يتالق وترجع المنتخب الوطني التونسي. يلزم الدفاع يتالق، شفنا كيفاش نبيل جوهر كاد باش يقبل الكره على دفاع المنتخب التونسي، وشفنا في المباريات الفارطه كيفاش عند التصويبات سواء ترجع الكره من الصانع او حتى من العارضه يبقى الدفاع ثم شويه بهته من جانبه. على كل ترجع الكرة للمنتخب التونسي محمد مادي، مكرم الجرو محمد مادي، وثم امامكم كان الجماهير، وان شاء الله بالنسبه للجماهير التونسيه تفرح في هذه المباراة. بن عمر يصوب ويسجل، باهي من بن عمر، النجاعة القاها وليد بن عمر تماما مثل المباراة الأولى اللي تألق فيها أمام الفريق الأرجنتيني، أو المباراة أمام الجزائر كذلك قدم الرطيب، وإذا باغت محمد النقيب ويسجل الهدف رقم 10، 10-9 لفائدة المنتخب التونسي. 10 دقائق إذا يفصلون على نهاية الشوط الأول، والتفوق لمنتخبنا الوطني أمام نظيره المصري بنقطة فارق 10-9. الجيوشي والبرة، رياض السنعة يتألق مرة أخرى، ممتاز رياض السنعة. عمر الجيوشي كذلك حب فنيات تمشي مقوسة وتدور، ولكن الصانع يخلط عليها ويحول وجهتها، وبطبيعة الحال تعود الكرة لفائدة المنتخب التونسي. رجع صبحي سيود، علي مادي، ثم محمد مسعود، علي مادي، وإن شاء الله بالنسبة لعلي مادي ما تأثرش فيه العملية الأخيرة ويعود، لأنه يتألق أمام المنتخبات القوية مثل مصر والجزائر. ترجع صبحي سيود وتقاطع محمد مادي الآن يقوم مكان وليد بن عمر، وليد بن عمر وترجع الى محمد مادي، محمد مادي من جديد وتصل وليد بن عمر، وليد بن عمر ويتحصل على مخالفه 9 امتار بعد التدخل من مروان رجب. اذا دفاع هجوم تونس يحاول يلقى ثغره داخل دفاع المنتخب المصري، يلعب نفس دفاع المنتخب التونسي، دفاع 3-3. اذا ترجع الكره من جديد، وثم مكرم الجرو كجناح والحارس يمنع هذه التصويبه. طبعا مكرم الجرو ماهوش من اختصاصه انه يلعب جناح، لكن الضروره وباعتبار انه منتخبنا الوطني اختار لاعب من لاعبيه وهو زهير بن مسعود، فما وقت مستقطع يطلبوا مدرب المنتخب المصري. طبعا كان من الضروري انه مكرم الجرو يلعب كجناح، واعتدنا به انه يلعب
ظهير او منسق. بطبيعة الحال ثم امور تكتيكية تتغير حسب مقتضيات اللعب، والاسف ان اخترنا ظهير حقيقي منذ بداية المباراة، وكان الحكم وقرار قاسي من جانب ثنائي التحكيم النرويجي، لكن على كل يلزم بطبيعة الحال دائما وابدا نرضى بما مهما كانت القرارات حتى لو كانت قاسية، ونخسر جناح اذا وجناح ممتاز. وامامكم جماهير تونسية قاعدة تساند في المنتخب التونسي اللي لحد الان قاعد متألق امام ما لا يقل تقريبا 25، قلت انت بلال، انا قلت اكثر شويه من 20، على كل حال هذا هو الرقم. ثم ربما الطابق الثالث ناقص شويه وكاد يكون كله معبي، واللاعبين الشبان نتاعنا ما همش متعودين باش يلعبوا امام جمهور مثل هذا. ثم صانع متعود وكذلك محمد مادي، في حين البقيه بطبيعه الحال ما اسمه سانسا، لكن الى حد الان ماهيش مقصره وقاعده تدافع بكل بساله عن كره اليد التونسيه. فعلا توفيق، ترجع الكره للمنتخب المصري. اشرف عواص وعمر الجوشي ياخذ مكانه في الهجوم مكان حازم عواص. اشرف عواص امامه عصام تيس، ما يلقاش المسانده. اشرف عواص، شريف مؤمن يمر مره اخرى ويسجل. ثلاث مرات شريف مؤمن يمر من ذكر اسبوعي، والهدف العاشر لمنتخب مصر، والتعادل مره اخرى. ذكر اسبوعي يمكن كان يمكن يكون انجع لو كان يلعب في وسط الدفاع، لكن كجناح شريف مؤمن كان خذ عليه الاسبقيه. برشا مرات يقوم بعمليه المراوغه، سواء يمشي من جهه اليمين او اليسار ويلقى الفجوه ويسدد. على كل حال ان شاء الله يتفصل اكثر ذاكر اسبوعي في الدفاع، خصوصا انه يحسن عمليه الدفاع. توصل علي مادي، صبحي سيود، وليد بن عمر، محمد مادي، صبحي سيود ياخذ كره من جديد بعد ما ضعت عليه المره الاولى. علي مادي وتوصل الى صبحي سيود وباهيه، وتوصل محمد مادي والحارس يتالق امام محمد مادي ويخرج هذه الكره. ما يلزمش تضييع مثل هذه الكرات، خصوصا انها دارت كما ينبغي الكره، ومحمد مادي لقى روحه في مكان مناسب للتصويب والتهديف ولو انه مشوك شويه على الجهه اليسرى، والحارس يتالق ويبعد هذه الكره محمد النقيب. الحلول موجودة توفيق، لكن لازم أكثر التركيز على مستوى الهجوم. مروان رجب إلى نبيل جوهر، أشرف عواص يثوب، ورياضة صنع بكل سهولة. طبعا في كرة اليد إذا كان حارس خذا كرة بجوز يدين يعني فيها نوعا ما تمس من معنويات اللاعب، خاصة إذا يكون ظهير قوي. كانت اعترضت الدفاع قبل ذلك الكرة واستنتها الحارس الصانع. إذا قرابة 24 دقيقة لعب، نتيجة التعادل والهجوم لفائدة المنتخب التونسي. ترجع بن عمر، محمد مادي، وتوصل إلى صبحي سيود. صبحي سيود يحاول باش يقدم وتقصد الكرة، وثم رمية حرة لفائدة المنتخب التونسي. محمد المسعودي بكل تنفيذ، وصبحي سيود بكل مباغتة يسجل الهدف رقم 11. كأنك مازلت تحكي على صبحي سيود توفيق، ومازلنا ما شاهدناش، وهو تأكيدا لكلامك يسجل هدف الحادي عشر بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي قبل 6 دقائق من نهاية المباراة، من نهاية الشوط الأول عفوا. إن شاء الله المباراة تنتهي لي في هذه التونس. على كل حال لحد الآن مقصر، وكما قلنا الضغط مش موجود على اللاعبين، وأشرف عواض يحاول باش يصوب، والحكم يعتبر الهدف كان ظفر ثم اعتبر الهدف. سراج الدين على كل حال. مرة أخرى تعادل، وماشية هدف لهدف بعد ما كانت البداية لفائدة المنتخب التونسي. وصل 3-1 و4-1 كذلك. إذن ترجع الكرة إلى صبحي سيود، محمد مادي، صبحي سيود من جديد، محمد مادي وحده. محمد مادي حب القوة، حب يسوب قوة، كان تليق، كان بامكانه باش يسجل هدف، لكن اعتمد القوه ضربت في الحارس وباهي من صبحي سيود، والحارس يخرج هذه الكره. كان بامكان محمد مادي باش يسجل، خصوصا انه يتمتع بتصويبات قويه ودقيقه، في ما يعتمدش دائما على القوه، يعتمد كذلك على الفنيات. محمود حسين، اشرف عواض، محمود حسين يحاول باش يسوي ويسجل. محمود حسين يسجل،
إذا النتيجة تصبح 12-11 في المنتخب المصري بعد مضي 25 دقيقة على هذا الشوط الأول. ثاني هدف لهذا اللاعب اليساري. ونحن في انتظار استئناف اللعب. إذا ترجع الكرة لفائدة المنتخب التونسي. صبحي سيول مادي مادي تصله الآن كمن وليد بن عمر. ترجع إلى بن عمر. صبحي سيود صبحي سيود يحاول باش يراوغ صبحي سيود ويتحس على مخالفة تاع مطار بعد تدخل من عمرو الجيوشي. صبحي سيود وليد بن عمر وليد بن عمر صبحي سيود يصوب صبحي سيود وهدف ممتاز هدف التعادل 12-12 ممتازة من صبحي سيود. إذا تمشي معاه الكرة ويصوب يصعب ياسر على أي حارس باش يتصدى لها مهما كانت قوة الحارس. حقيقة كان مفاجأة سارة لهذه الدورة. كل بطولة عالم تخلينا نكتشف بعض اللاعبين عندهم قدرات كبيرة. اللاعبين التونسيين اللي دائما الصحافة المصرية تشيد بالخسارة نتاعهم كذلك الصحافة العالمية في بعض النشرات اليومية اللي نشاهدوها اللي تورد على الصحفيين. وضرب جزاء ضرب جزاء للمنتخب المصري تحصل عليها أشرف عواد. رياضة الصنعة كالعادة يستنى في شكون باش ينفذ محمود حسين. رياضة الصنعة أمام محمود حسين يسجل 13-12 لمصر أمام تونس. إذا ترجع الكرة لفات محمد مادي والمنتخب التونسي مطالب بعدم قبول اكثر من هدف. ثم مخالفه مره رمي حره ثم كذلك ارضيه مبله يطلب الحكم باش تنشف الارضيه هذه. ترجع الكره من صبحي سود الى محمد مادي. وليد بن عمر صبحي سود وليد بن عمر وليد بن عمر صبحي سيود صبحي سيود يتصدى والكرة تمريرة خلفية مخطئة وهجوم عكس عمرو الجيوشي وعمرو الجيوشي سجل الهدف رقم 14-12. كانت تمريرة ورائية من صبحي سيود ما ياخوهاش محمد مادي. ومثل هذه التمريرات كانت تكررت في المباريات الفارطة خصوصا في المباراة الفارطة أمام إسبانيا. والمدرب الوطني السيد العياري يطلب وقت مستقطع. نحن في غنى على مثل هذه التمريرات لانه يمشي بالكره صبحي سيود يخاف باش ما يبقاش يحافظ عليها يرجعها وزميله يبقى يستنى فيه ما يكونش متوقع لتمريره خلفيه. على كل المنتخب التونسي في هذا الشوط عموما ماشي طيب بعض الاخطاء ربما خروج كذلك زهير بن مسعود بعثر الاوراق على اساس انه الجهه اليمنى سجل فيها اكثر من هدف بلال وشفنا كيفاش الاهداف تجي من الناحيه اليمنى وذاك الاسبوعي في عمليه التغطيه القاء الصعوبه. وان شاء الله على كل حال يتفادى الامر المنتخب التونسي. ونعرف السيد العياري يشوف مليح المباراه ويعرف كيفاش يغير الاوضاع. وان شاء الله على كل حال الى حد الان زوز اهداف فارق ماهيش فارق عريض وبامكان المنتخب التونسي باش يدارك الامر. فعلا توفيق في كره اليد هدفين فارق من يعني وحتى شيء لكن قبول اهداف سهله هو اللي يمكن يبعثر بعض الاوراق. والمنتخب التونسي مطالب بانه يلعب باكثر راحه واكثر هدوء وتركيز على مستوى الهجوم لكن كي تبيع الكره لازم كذلك الدفاع يرجع في الوقت المناسب. وليد بن عمر يحاول يمر وفما رمي حره تقريبا اقل من 3 دقائق على نهايه الشوط الاول ونتيجه 14-12 للمنتخب مصر. سيود ما توصلش كره لمحمد مسعودي. اذا رميه حره لفائده المنتخب التونسي. والى حد الان ما شفناش دقيقتين وجههم الحكم الى احد لاعبي المنتخب المصري مهما كانت درجه المخالفه. على كل ترجع الكرة إلى وليد بن عمر صبحي سيود علي مادي صبحي سيود وليد بن عمر محمد مادي
بن عمر من جديد، صبحي سيود، صبحي سيود ويباغت صبحي سيود ويسجل. إذا الفارق إذا 14-13 دائما الآن لفائدة المنتخب المصري، تفوق بفارق هدف وحيد. إذا أقل من دقيقتين على نهاية الشوط الأول وانتهى هدف فارق المنتخب المصري أمام المنتخب التونسي. محمود حسين، مروان رجب، الجوشي، أشرف عواد، مروان رجب، أشرف عواد إلى محمود حسين، يمر ورياض الصنعة يتصدى وتبقى الكرة تونسية. ثم عمر جوشي كان دخل في دقيقة لعب، مازال توصلنا عن نهاية الشوط. توصل إلى صبحي سيود، صبحي سيود وترجع من جديد إلى وليد بن عمر ويتحسن ثم تصفيرها من الحكم. كانت الكرة بحوزة وليد بن عمر، كان بإمكانه باش يعطي الأسبقية. وشوفوا صبحي سيود يتلقى إصابة من أشرف عوض والحكم ما يعطي حتى شيء، يوقف اللعبة كهو. وكانت الكرة بحوزة وليد بن عمر، شوفوا الدفع من القلب من عمرو الجيوشي، الدفع من القلب يصو والحكم يؤمر بمسألة اللعب. هاي صور تتكلم وحدها، ماناش نقولوا نختلقوا الامور. وعلى كل حال يلزم المنتخب التونسي فيما تبقى من وقت اقل من 30 ثانيه، توصلنا عن نهايه هذا الشوط، ما يقبلش هدف اخر. اشرف عوض وثم تباهي من المدافع التونسي اللي لحد الان ماهوش مقصر. منذ دخوله كان دائما وابدا مشابر كداء. فما حوار ثنائي بين مروان رجب وعصام تاج. مروان رجب وزي عليه الكره، ترجع محمود حسين، اشرف عواز، مروان رجب وعلى القائم. والمنتخب التونسي بامكانه التدارك. مكرم الجارو يمر يزمو صوب الى وما ما تضيعش كره كما هذه، ما تضيعش. محمد مسعود يضيعها في اللحظات الاخيره وينتهي الشوط الاول بتفوق المنتخب المصري 14-13. إذا عودة إلى استديوهاتنا المركزية ونعود بعد الأنباء الرئيسية. المنتخب التونسي باش يفوز بهذا الشوط بأكثر حتى من خصوصا في الهجمات المعاكبة، سواء كان علي مادي وجه لوجه حب يرفع الكرة بالحارس رفعها أكثر من اللازم، ثم كذلك في اللحظة الأخيرة بالضبط محمد ساوش كذلك إقصاء مبكر للاعب زهير المسعود الجناح خلى الأمور تتبعثر شوية. وإن شاء الله على كل حال المنتخب التونسي ترك أمره. ومنذ قليل فقط إذا أعطت إشارة انطلاق هذه الشوط الثاني وتوصل إلى بن عمر وتصويبة وجانبية من مكرم الجارو كجناح زي ما كان زهير بن مسعود حب يخرج من مركزه كجناح ويساوب كظهير، لكن تصويبته مشات مليح لكن كانت خارج بعيد على المرمى. ويرجع الهجوم للمنتخب المصري. اشرف عواد ما يلقاش المسانده والحكم شو يقول؟ طبعا نبيل جوهر يحاول يموه الحكم. فما لاعب المنتخب التونسي ملقى على أرضية الميدان. إذا نذكر السادة مشاهدي قناة تونس 7 الفضائية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية أنه نتيجة الشوط الأول انتهت 14-13 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري. المصري الغلبة كانت المنتخب المصري بنقطة فارق فقط. الآن 47 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني والنتيجه ما تغيرتش دائما 14-13. محمد المسعود اذا يقوم لا باس وهو لاعب دائره. وترجع الكره اذا بمخالفه فتح عن طريق رميه حره لفائده المنتخب المصري. اشرف عواض ونبيل جوهر ثم محمود حسين يدخل يصر ويدخل. فما دخول بقوة كان الحكم كان ينجم يعلن عليه لكن خلى الأمور تمشي كما
كما يحب هو، وهدف المنتخب المصري 15-13. إذا نرجع كرة لفات المنتخب التونسي، صبحي سيود، بن عمر، مادي، مكرم الجارو، بن عمر، صبحي سيود، بن عمر من جديد، محمد مادي حاول باش يتوغل وتوصل الكرة إلى محمد المسعودي، اللاعب عصام تاج، والحكم يقول تماس للمنتخب المصري. ترجع الكرة لأحمد بلال، وباش يخرج أحمد بلال يخلي مكانه محمود حسين. وليد بن عمر ياخذ مكانه كجناح امام سيف مؤمن، وكاد يقصها هشام تيس. ترجع المروانه جاب محمود حسين كمنسق، اشرف عواص، عمرو الجوشي الى اشرف عواص الى لاعب الدائره مروان رجب، ورياض الصنع يتصدى. ممتازه من رياض الصنع، تالق مره اخرى لهذا الحارس الدولي الكبير. كانت تمريره ياسر ذكيه من اشرف عواص و مروان رجب وجه لوجه، والحارس يتألق في منافسين رياض الصانع. ويلزم المنتخب التونسي يربص نفسه أكثر ويحاول باش يتوج العمليات نتاعو الهجومية بأهداف. محمد سيود، صبحي سيود يصوب وتمر جانبية، ما يلزمش تسرع في التصويب. إذا دقيقتين و34 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني، ونتيجة 15-13 لفايت المنتخب المصري. محمود حسين الى مروان رجب، مروان رجب امام محمد مسعودي، فما رمية حرة المنتخب المصري. ومدرب المنتخب المصري يحكي مع اشرف عواد. مروان رجب، محمود حسين، اشرف عواد، ورياض الصنع مرة اخرى يتصدى، فما رمية حرة في تنفيذ رمية حرة أشرف عواض. شوف الدخول بقوة من أشرف عواض، وترجع الكرة من ترجع أشرف عواض، وتوصل نبيل جوهر ما توصلوش، إذا وضيع ويتعكس الهجوم لفائدة المنتخب التونسي. وتوصل مباشرة على مادي، وشوفوا هنا تدخل من محمود حسين، دفع من الخلف مع مادي اللي سجل هدف، والحكم ما يوجهلوش حتى شيء. شيء غريب كان عملها تونسي، راهو على الاقل شيء دقيقتين، استبعاد دقيقتين. شوفوا الدفعه من القلب، هاو شوفوا يده ظاهره بالنسبه لمحمود حسين. ال 15-14 تصبح النتيجه لفائده المنتخب المصري. اذا يتواصل اللعب، مروان رجب، اشرف عواد، نبيل جوهر، اشرف عواد، شريف مؤمن يحاول يمر، فما رمية حرة. ومحمود حسين أظن أنه خرج لمدة دقيقتين، فعلا حكم استبعد لمدة دقيقتين. والمنتخب الوطني التونسي لازم يستغل الموقف توفيق. فعلا بعد ما أصبحت تشكيلته منقوصة، لأنه العملية كانت واضحة على الأقل شيء أول استبعاد على كل منذ وحتى ضربة جزاء ما جات المنتخب التونسي لحد الآن. شريف مؤمن يحاول يمر ودخول بقوة، فما رمية حرة. نبيل جوهر، مروان رجب يدور يحاول يصوب، ودقيقتين ضد محمد المسعودي، ضد مكرم الجارو. طلعها في تعفيسة. هو كان ما بين عصام تاج ومكرم الجرو، دخل ما بيناتهم اثنين، عرضوا يده عصام تاج وطاح، فاستبعد مكرم الجرو. يستأنف اللعب عمرو الجوشي، اشرف عواد، 5-5 في الميدان بدون اعتبار حراس المرمى ما يشاركوش في اللعب. شريف مؤمن الى اشرف عواد، وتصدى رياض الصانع، ممتازه من رياض الصانع، وهجومه عكس ذكر اسبوعي، يمشي ذكر اسبوعي ويسجل. تعادل اذا 15-15، تصبح النتيجه 15-15. مجهود فردي من ذكر اسبوعي، وطيبه جدا من ذكر اسبوعي اللي قام بهجوم معاك فطن وما ضيعش، وهذا شيء هام حتى بالنسبه نتاعو، وان شاء الله اذا يواصل على هذا النسق. تاع
ترجع الكرة إلى مروان رجب، مروان رجب بيحاول باش يصوب وتخرج الكرة لبرا، إذا تعود الهجوم لفائدة المنتخب التونسي. استعنى محمد مادي ويدخل وليد بن عمر وياخذ مكان عصام تاج. صبحي سيود ذكر أسبوع يخرج كذلك باش يخلي صبحي سيود يدخل، وترجع إلى صبحي سيود الآن. محمد مادي وثم تشكيلة المنتخب التونسي كما قلنا ناقصة، وثم صبحي سيود ياخذ هذه الكرة بعد ما كان أحمد بلال هو اللي لاقي عليه محاصرة. وليد بن عمر، وليد بن عمر والكرة كيفاش ترجع لفئة المنتخب التونسي؟ ثم لمس الكرة بالرجل كذلك. وليد بن عمر، صبحي سيود يحاول يمر، فما رمية حرة. ثم علي مادي كان طليق من البداية، ربما كان مرر له صبحي سيود لكن أحسن. على كل ترجع الكرة إلى صبحي سيود، علي مادي، صبحي سيود وعلي مادي، علي مادي ويرجع الكرة لتالي وليد بن عمر، ثم صبحي سيود، بن عمر، بن عمر مازال محافظ على كورته وتوصل باهية ممتازة علي مادي. والحارس يتصدى، كان طيبة جدا ولكن محمد نقيب يتصدى، كان فرصة طيبة للمنتخب التونسي وتخرج الكرة تماس. إذا فرصة للمنتخب التونسي باش ياخذ الأسبقية مرة أخرى في هذا الشوط الثاني، لكن الكرة ضاعت، كرة علي مادي، كانت فرصة مواتية بعد دخول مكرم الجار وبعد مصطفى تختيم، ويدخل ظهير قوي برشا يعرف المنتخب التونسي أحمد العطار مكان أشرف عواض أمام محمد المسعودي. يعرف برشا المنتخب التونسي وكان لعب مع فريق الخليج في البطولة العربية الأندية اللي كان يفوز بها بالنادي الإفريقي، وهو يتمتع بتصويبات قوية ويلزم محاصرته ما يخليهش. ثم رمية، رمية حرة يحصل عليها محمود حسين. إذا دفاع المنتخب التونسي باش يكون أمامه مهاجم صعيب، مهاجم عنيد، مهاجم يتمتع بتصويبات قوية، وأحمد بلال كذلك ياخذ مكان مروان رجب الجيوشي، وضربة جزاء. ضربة جزاء لفائدة المنتخب المصري في تنفيذ ضربة جزاء. باش نتعرف عليه اللاعب نبيل جوهر، أحسن لاعب في إفريقيا وكذلك أمامه أحسن حارس في إفريقيا في جوهانسبورغ رياض السنة. جوز لاعبين يعرفوا بعضهم مليح. ثم كان دخول في المنطقة محمود حسين هو اللي باش ينفذ، ومسها رياض السنة لكن تتسجل 13-15 بهيك المنتخب المصري بعد 7 دقائق و33 ثانية. بقليل من التركيز بامكان المنتخب التونسي باش ياخذ الامور في يده اكثر، وبامكانه مباغته المنتخب المصري. ترجع كره الى صبحي سيود، ثم وليد بن عمر، علي مادي، علي مادي، علي مادي، ويتحس على مخالفة امطار. ترجع من جديد صبحي سيود، وليد بن عمر، باهيه، باهيه من وليد بن عمر، ممتازه جدا، ورائيه فيها فنيات كبرى. إذا بيده اليمين وراء ظهره، إذا يتمكن من المراوغة، وشوفوا كيفاش هاي الإعادة أمامكم. وبالنسبة للمستمعين على قناة الإذاعة الوطنية، مشى بالكرة وثم خلفية صوبها بيده، وكانت الهدف تعادل بالنسبة للمنتخب التونسي. كرة ما ياخذهاش اللاعب أحمد العطار، وترجع من مخالفة 9 أمتار لفائدة المنتخب المصري. عملية ثنائية لأحمد العطار وترجع نبيل جوهر ورياض السنة يتصدى وضرب الجزاء. لازم الحكم يعلن على حاجة، لازم فما حاجة. حتى السنة يضحك، قاعد يضحك السنة على القرارات هذه، والله يعجب. شوفوا وحده، وحده صوب، وحده صوب، وحده، حتى حد ما معاه. الصورة تغني حد عن أي تعليق. حتى حد ما مسه، والكرة ياخذها عصام تاج بعد ما رجعت ويعطي ضربة جزاء، غريبة برشا. ويسجل شريف مؤمن الهدف 17.
أعضاء على كل حال اللجنة الدولية موجودين هنا في مصر بمثابة الدورة 16 للبطولة العالمية، أكيد أنهم الصور هي أمامهم وتغني عن كل تعليق. ما يهمناش على كل حال مهما كانت القرارات. صبحي سيود ترجع الكرة ومحمد مادي، محمد مادي تقصد الكرة من أحمد بلال، وكان تماس المنتخب التونسي بطبيعة الحال بأنه أحمد بلال هو وشوف يمسك الكرة اللاعب جوشي والحكم ما يعطي حتى شيء. محمد مادي، وليد بن عمر، وليد بن عمر ومخطئة من وليد بن عمر ما تصلش إلى صبحي سيود ويتعكس الهجوم. أشرف عوض وتوصل إلى نبيل جوهر. لا فما دخول في المنطقة، دخول بقوة وفما 60 ضد صبحي سيود، فما عملية سبقة توفيق كان على أثر صبحي سيود مسك اللاعب مروان رجب، الحكم استبعد المدة دقيقتين، ولكن فما دخول بقوة ضد نبيل جوهر والحكم يقول ترجع المنتخب الوطني التونسي. إذا المنتخب التونسي بيلعب بخمسة لاعبين فقط، وترجع إلى وليد بن عمر، وأكيد علي مادي بشوية يلعب كظهير، ووقت مستقطع يطلب المدرب التونسي سيد العياري حتى بطبيعة الحال بعد هذه الوضعية الجديدة يلزم يتخذ ويعطي بعض التوجيهات للاعبين. بالنسبة للمنتخب التونسي نجم نقولوا على ضوء ما قاعدين نشاهده فيه في متناول الانتصار في هذه المباراة بشيء من التركيز وضبط النفس وكذلك عدم التسرع، لأنه لحد الآن ما شفناش حاجة كبيرة من جانب المنتخب المصري بالرغم من عاملي الأرض وكذلك الجمهور الغفير. هاي صورة أمامكم تغني عن كل تعليق عن مدى كثافة الحضور الجماهيري بمناسبة هذه المباراة اللي اعتبروها دائما وبدا المباراة هامة لما تجمع المنتخب المصري مع المنتخب التونسي. ترجع الكرة وليد بن عمر، علي مادي، محمد مادي، وتصل إلى محمد المسعودي، من جديد محمد مادي، وليد بن عمر، علي مادي، ثم وليد بن عمر. باهي مراوغة من وليد بن عمر ويتحصل على ركنية بعد ما ضربت في مروان رجب. باهي ياسر الأداء متاع وليد بن عمر كصنع ألعاب، قاعد يقدم في مردود طيب. مشاركة ثانية لوليد بن عمر في بطولة العالم بعد كوماموتو باليابان سنة 97. محمد مادي ونبيل جوهر يمشي له كليا ويلقيه على الميدان برجله بدون اي قرار. شوف اليد والمسك ويمشي معاه، خذاه من الاحزام وما ثم حتى شيء، ما ثم حتى قرار، وان شاء الله يقوم لباس محمد مادي. يلزم شويه تريث، وإلى حد الآن شفنا اللاعبين ما همش مرتبكين، وحتى الأجواء العامة اللي تحيط بالملعب ما أثرتش فيهم برشا، بالرغم أنه كما قلت المنتخب التونسي هو أصغر فريق يشارك في هذه الدورة 16 للبطولة العالمية لكرة اليد. إذن باش يرجع اللعب برمية حرة لفئة المنتخب التونسي. محمد المسعودي، محمد مادي، وليد بن عمر، علي مادي، علي مادي، وليد بن عمر، محمد مادي، محمد مادي حاول يصوب وليد بن عمر، وليد بن عمر وتوصل علي مادي، وعلي مادي ورائية وعلي مادي، وثم ضربة جزاء، أول ضربة جزاء، أول ضربة جزاء لفئة المنتخب التونسي في هذه المباراة. شوية برك هربت على وليد بن عمر وجات عند محمد علي مادي، ومحمد مادي هو في التنفيذ. محمد مادي بشوية تنفيذ ينفذ وترجع له الكرة، ولكن ما ياخذهاش الكرة، رجعت ويتعكس الهجوم لإفادة المنتخب المصري، وترجع من علي مادي، ولكن قبل ذلك ثم رمية حرة لإفادة المنتخب المصري. عمرو الجيوشي هو بشوية تنفيذ. إذا ضرب جزاء يضيعها المنتخب التونسي بعد مضي 10 دقائق في هذا الشوط الثاني، ونتيجة دائما تفوق المنتخب المصري بنقطة فارق 17-16،
واحمد بلال ياخذ مكانه في الهجوم، ومجدي ابو المجد كلاعب دائره، واحمد العطار كظهير، احمد العطار يساوب البر، وفرصه اخرى للمنتخب التونسي باش يدارك الموقف، لانه المنتخب المصري قاعد يضيع في هجوماته. صحيح، وهو بيدو قاعد يمر فترة فراغ، ويزم يستغلها المنتخب التونسي بشيء من النجاعة. وكذلك علي مادي يزم يقوم بالمراوغات نتاعو المعروفة حتى يسجل أهداف على الأجناب على مستوى الجناح، وإن شاء الله يتحقق هذا. ترجع كل وليد بن عمر، علي مادي، ثم علي مادي من جديد، علي مادي كظهير، وتوصل إلى وليد بن عمر يصوب كل قوة ومباغتة ممتازة من وليد بن عمر، والهدف رقم 17. إذا 17-17 بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري. ويستأنف اللاعب بعد الهدف الممتاز لوليد بن عمر، مرة أخرى يأكد اللاعب فنيته الكبيرة. وأحمد بلال يمر، وفما التفاف من الدفاع، كل ما لاعب يمر بلاعب فما اللي نقولوا يغطي على زميله. أحمد العطار ويسجل، قوة بدنية كبيرة برشا من هذا اللاعب. 18-17، 12 دقيقة لعب إذا في الشوط الثاني، وأحمد عطار يلقى هذه المرة الفجوة ويطلع وحده، ما لقاش شكون يعرض له، خلط مقر بالنسبة لمحمد مادي، والهدف الأول بالنسبة لعطار بتصويبة قوية. ترجع الكرة محمد مادي، وليد بن عمر، وثم بطبيعة الحال بعض المحاصرات الداخلية ومكر من جارو. ترجع من جديد محمد المسعودي إلى محمد مادي، سيود يدخل سيود، اذا الان سيود مازال حضر كورته، ويتحصل على مخالفه. مروان رجب كان ارتكب عليه خطا، وكان باش نعيشوا لحظات حاسمه في النهايه، واللي يحتفظ اكثر برود دمه هو في النهايه اللي ربما اللي باش يفوز. على كل حال مازال وقت، والمنتخب التونسي يزمو يبقى محافظ على هذه النجعة. صبحي سيود، محمد مادي، ثم دفاع متقدم عليه، صبحي سيود يحاول باش يقدم، صبحي سيود وتوصل الكرة، ثم رمية حرة، يقول المنتخب ما وصلش إلى وليد بن عمر. وليد بن عمر أكيد أنه لقى النجاعة نتاعو والثقة الكبرى في النفس. شوفوا هنا من صبحي سيود ونبيل جوهر، ترجع الكرة من جديد، رمية حرة وتماس المنتخب التونسي. علي مادي في التنفيذ، علي مادي ينفذ، وإلى حد الآن المنتخب التونسي نجم نقولوا في هذا الشوط الثاني متفطن. وتوصل الكرة، شوفوا الاستماتة من علي مادي، وثم هجوم عكس المنتخب التونسي، وتوصل إلى محمد مادي، ومحمد مادي سجل. ممتازة من علي مادي، وهجوم حقيقة هو اللي خلقه هو اللي صنعه، يفك هذه الكرة ويقود الهجوم، والهدف التعادل في 18-18. شيء جميل جدا من هذا اللاعب بلال. فعلا محمد علي مادي كان وحده مع ثلاثة أو أربع لاعبين المنتخب المصري، يفك الكرة استماتة كبيرة، حب كبير للانتصار يظهر هذا اللاعب، ويمد كرة لشقيقه، مرة هذه ما ضيعهاش من الجنب، حازم عواص، وفما ضرب جزاء ودقيقتين. محمد المسعودي هو اللي يخرج، ثم دفاع متقدم، واعتمد على المراوغة حازم عوار شقيق أشرف عوار، والصنعي يقص هذه الكرة من ضربة جزاء، تلمس فيه وتلمس كذلك القائم وترجع إلى الحارس صنع. والمنتخب التونسي إذن يبقى يلعب منقوص من لعب، وشفنا إذن اللاعب رقم 10 شريف مومن يخفق في ضربة الجزاء، وتبقى النتيجة إذن التعادل 18-18، والهجوم للمنتخب التونسي.
فرصة المنتخب التونسي باش ياخذ الفارق حتى نلعبوا بخمسة مثال نجم نسجلوا أمام المنتخب المصري، وليد بن عمر إلى صبحي سيود محمد مدي وفما رمية حرة، والحكم ينبه على أحمد بلال. ال 15 دقيقة لعب تقريبا الشوط الثاني ونتيجة التعادل 15-18، إذا مازال 15 دقيقة وتنتهي هذه المباراة. ذاكر أسبوعي ثم وليد بن عمر باهي من وليد بن عمر ويتعرض إلى إصابة. وليد بن عمر يتعرض إلى إصابة، ثم إصابات من تحت قاعدة تعطى للاعبين التونسيين دون نسبة لها الثنائي التحكيم، في حين أقل غلطة يرتكبها اللاعبين التونسيين إلا ويكون لها بالمرتبة، سواء تكون أخطاء صحيحة يعلنها الحكم أو كذلك مفتعلة. وان شاء الله وليد بن عمر يعتبر احسن لاعب في هذه المباراه. بلال قدم مردود طيب فعلا، توفيق وليد بن عمر رجع لمستواه الحقيقي اللي عودنا به في اغلب الفترات اللي مر بها هذا اللاعب، وان شاء الله يقوم وليد لباس. فعلا يقوم لباس، ان شاء الله تكون الاصابه ما اثرتش عليه. ذكر اسبوعي في تنفيذ رمي حر، ترجع صبحي سيود وليد بن عمر من جديد، صبحي سيود ورائي وليد بن عمر، ثم علي مادي وترجع الى وليد بن عمر، علي مادي مره اخرى، وثم حازم معه وليد بن عمر وتوصل الى علي مادي، يتفاقل علي مادي كجناحه يدفعوا حازم عواض، يدفعوا من القلب يدفعوا وما يعطي حتى شيء الحكم. وعمرو الجيوش يتحس على مخالفة 9 أمتار رمية حرة، والله غريبة. علي مادي مشى قام بعملية المراوغة وثم عملية دفع من الخلف من حازم عوض، وثم أحمد بلال يدخل في الهجوم هذه المرة وتوصل. ما خليوش يزم يصوب بالعطار، ما يزمش يصوب وباهية وتخرج الكرة، تخرج الكرة ويعود الهجوم لفائدة المنتخب التونسي. ما يزمش يخليه الدفاع أحمد عطار يصوب، انه من 9 أمتار التصويبات نتاعو قويه برشا. الى حد الان المنتخب التونسي الحاجه باهيه فيه، قاعد محافظ على برود الدم على برود اعصابه كذلك، ثم برشا اخطاء ساعات ترتكب، ولكن اللاعبين الى حد الان راوا بعض ما ثماش انصاف لهم، لكن قاعدين صامدين ويلعبوا دون ان يخرجوا عن نطاق الرياضي، ودائما وابدا بقاو محافظين على برود الدم نتاعهم. 45 دقيقة و40 ثانية تمر منذ بداية هذه المباراة، لأن تقريبا 16 دقيقة لعب منذ بداية الشوط الثاني، والنتيجة التعادل. وليد بن عمر كجناح، وشوفوا الدفع، شوفوا الدفع من الخلف، والله غريبة ياسر، وما يعطي حتى شيء التحكيم، أعطاها الأسبقية، لكن كان بإمكانه باش يعطي المخالفة بعد ما الكرة خرجت. ترجع الكرة إلى محمود حسين، ثم نبيل جوهر، محمود حسين، احمد بلال، احمد العطار، حازم، ثم احمد العطار من جديد، بلال هو يعطي مخالفه لفائده نبيل جوهر بعد ما قصها محمد مادي. ترجع كره الى احمد بلال محمود حسين، ثم اشرف مؤمن ومحمود حسين، ومخالفه 9 أمتار. باهي السماته كبيره من عصام تاج في الدفاع، قاعد يقدم مردود طيب عصام تاج. ونقول حكم دقيقتين مره اخرى، تقريب 5 أو 6 استبعادات لمده دقيقتين، واستبعاد فقط للمنتخب المصري، شيء واضح. على كل المنتخب التونسي الى حد الان متعادل وبطل افريقيا للمره الخامسه امام المنتخب المصري، كان فوق عليه في الدور نصف النهائي امام 25,000 متفرج، واصغر منتخب في بطوله العالم، مش مقصر ومقدم اداء طيب وطيب للغايه بقياده قيدوم الفريق رياض الصانع محمد مادي. والبرة تصطدم الكره بالمصور التلفزي وراء حارس وراء المرمى، وفرصه للمنتخب التونسي رغم انه دائما يلعب 5 لاعبين باش يسجل مره اخرى. اذا ترجع الكره لفائده المنتخب التونسي اللي يشكر على المحافظه على برود الدم نتاعو القصوى، وتوصل الى مكرم جروي ليدخل. جرو يصبح يلعب كظهير، توصل علي مادي، جرو ثم محمد مادي،
الجرو الجرو علي مادي، علي مادي وتصل الى وليد بن عمر من جديد، علي مادي وبن عمر شوفوا علي بن عمر وجه لوجه وضربة جزاء ودقيقتين استبعاد بدقيقتين مرة أخرى وليد بن عمر يستهدف إلى الضرب من نبيل جوهر. شوف عمر الجيوشي في النهاية مرة الأولى من نبيل جوهر ثم عمر الجيوشي من القلب في الوجه نتاعو ضرب. عملية ثنائية ممتازة بين علي مادي وليد بن عمر داخل كوكبة من طول قامة لاعبين متر وتسعين أقل واحد فيهم، ووليد بن عمر يتحصل على ضرب جزاء. طبعا نلاحظوا صعوبات كبيرة على مستوى الهجوم ونفهموا علاش، لأنه منتخبنا تقريبا يلعب أغلب رداءات هذا اللقاء وهو دائما منقوص من لاعب على مستوى الهجوم، وأمام دفاع كما المنتخب المصري أكيد أنك باش تلقى الثغرة صعيبة برشا. وحاجة أخرى بلال ما تنساش اللي وقت كيف فريق يلعب جناح واحد فقط، كما نقولوا هو العصفور ما يطيرش بجناح، العصفور الفريق بجناح حقيقي فقط، ثم صعوبة في الكرة باش تكون عملية التسلسل، هذاك علاش تلقى صعوبة الكرات أكثرها تدخل تخرج من الوسط. صبحي سيود باش يتولى تنفيذ ضربة الجزاء. وبطبيعة الحال ثم نرفزة واضحة على بنك التونسيين لأنهم شاهدوا أشياء ساعة ساعة واحد صعيب ياسر باش يحافظ على برود الدم نتاعو. وصبحي سيود في تنفيذ ضربة الجزاء وما قصر صبحي سيود، وتصبح النتيجة 19-18 لتونس. يلزم ال لا يقول يقول مشاب يقول حرك ساقه، يقول حرك ساقه والله غريبة ويرفض هاوي مش نعاودوا نشاهدوا. صبحي سيود غريبة برشا، أكيد أنه العارفين برياضة كرة اليد يفهموا مثل هذه القرارات. حازم عواد، أحمد بلال، لا فما ماشي بالكرة، غريبة برشا من التحكيم. والله قداش واحد يقعد محافظ على برود الدم نتاعو وعلى أعصابه، والفريق التونسي حقيقة يشكر إلى حد الآن لأننا شعب مدني ومتحضر ولاعبين غرست فيهم الروح الرياضية، وحتى على المستوى الروح الرياضية الفريق التونسي هو في المرتبة الثالثة، وعلى هذا المستوى أموره طيبة كأحسن ما يكون. على كل حازم عوض يدور ويضيعها لكن الحكم يعطيه رمية حرة ويتوصل اللعب 18 دقيقة و 29 ثانية في هذا الشوط الثاني، والتعادل 18-18 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الوطني المصري في دور الثمن النهائي لبطولة العالم لكرة اليد. أحمد بلال، أحمد بلال يمر ويلا صنع يتألق مرة أخرى ويتسجل هدف من مروان رجب. هذه الحاجة اللي على مستوى 6 أمتار بالنسبة للدفاع، لما كما قلت الحارس الصانع او كذلك الكره تصطدم بالعارضه ما يكونش هو الاول على الكره. شوف احمد بلال اذا يقوى هذه الكره وتصطدم بالقائم الاسفل وتوصل الكره الى مروان رجب ياخذها ويسجل بها الهدف رقم 19-18 بعد ما الغى الحكم ضربه جزاء كان نفذها. وتلاحظوا هنا بالنسبه للجماهير والقوارير قاعده تلقى على الجمهور التونسي لانه كان مثال في الروح الرياضيه ويشجع في نطاق اللعبه، هو امامي هم الجمهور التونسي قاعدين تحت وقاعدين يرفعوا في الاعلام ويصفقوا، وثم فيهم من ينزل حتى الى الميدان، ثم الجمهور التونسي ينزل الميدان ويقولوا شوفوا الاشياء اللي قاعدين نتعرضوا فيها المظالم، لانه قاعد جانب الجمهور المصري يرمي عليهم في القوارير. وتونس شوفوا الاطفال الصغرى، شوفوا هنا النرفزة كبيرة ياسر لأنه ثم أشياء قاعدة توقع ماهيش طيبة إلى حد الآن، حل القرارات ماهيش طيبة بالكل. على كل حال إن شاء الله الأمور تعود إلى نصابها، وإن شاء الله على كل حال التحكيم يكون كذلك عادل ومنصف كما تنص على ذلك القوانين اللي يفصل ما بين زوج فرق، هي القوانين لا أكثر ولا أقل يلزم يكون تطبيقها. وثم بعض هاو ثم من يتعرض حتى الى اصابه من بعض الجماهير. وسيد يوسف القرطي وبعض الاعضاء الاداريين من الجامعه التونسيه لكره اليد يحاولوا باش يهديوا الاوضاع.
على كل حال هي مباراة قبل كل شيء مباراة رياضية لا أكثر لا أقل. نحن كتونس جبنا فريق شاب، الهدف متاعنا هو تقديم مدام وصلت له الرياضة التونسية من تقدم. كل الملاحظين هنا نوه بالمستوى، الفريق شاب صغير صمد امام اعتى الفرق، شفنا امام اسبانيا خصوصا في ثلاث ارباع المباراة، امام الدنمارك وترشح اذا الى الدور ثمن النهائي بكل جدارة. والان قاعد يلعب، تعرض الى حتى بعض المظالم، قاعد مواصل اقصاءات اقصاء منذ البداية للظهير زهير بن مسعود، وقبل وابقى مواصل اقصاءات واستبعادات متواصلة من جانب واحد. محرز اللي كان في الفترة الأخيرة إلا على ضربة جزاء، ثم بعض الدفع من الخلف وما ثماش إعلان من الحكم، هذا الكل بطبيعة الحال ثم بعض الأشياء حسب كما كنتم تشاهدوا على صورة قوارير ترمى على الجمهور الصغير العدد أمام ما لا يقل عن 25 ألف متفرج. على كل إن شاء الله الأمور تبقى على حالها وما تفرش عن نطاقها الرياضي، والانتصار يكون للأجدر لا أكثر لا أقل. إذا احنا في انتظار أنه يتوصل اللاعب وترجع الأمور إلى نصابها، ما هي إلا مباراة في كرة اليد ما تفرش على نطاقها، والغلبة تكون للأجدر إن شاء الله يتوصل اللاعب، وما زلنا نشوفه في أنه يتوصل اللاعب. والحارس خالد العوضي يلم بعض الاشياء اللي تلقى من مدارج القاعه الكبيره. كما قلت بالنسبه للنتائج طيبه في هذه الدوره حتى على المستوى الفردي، قلنا محمد مادي خلال الدور الاول كان احسن هداف في 5 مقابلات 36 هدف، كان صوب 59 تسديدة. على مستوى ضربات الجزاء كان حصل على 11 ضربة جزاء سجل منها 9، ونسبة النجاح نتاعو كانت 61%. على ذكر تقدم رغم عنده نفس الأهداف اللاعب المجري جوزيف، نفس الأهداف 30 هدف، لكن صوب 60 تسديدة وعنده نسبة نجاح إذا أقل من محمد مادي، كانت 61% في عين محمد مادي 61%. وكذلك محمد مادي من اللاعبين اللي مهدوا الغير نتاعو، كان احسن ممهد للاهداف هو جوزيف، والتالنت شوبايف، ثم محمد مادي في المرتبه السابعه كان مهد واعطى لزملائه وسجلوا 14 هدف. اذا هذا اللاعب رغم تقدمه في السن من 67 قدم مردود طيب خلال هذه الدورة. وكما قلت من ناحية الروح الرياضية المنتخب التونسي بالضبط هو في المرتبة الرابعة وراء كل من كوريا وإسبانيا والبرازيل برصيد 55 نقطة صحبة كل من الكويت وأستراليا. إذن على مستوى الروح الرياضية المنتخب التونسي يحتل مرتبة مشرفة جدا 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 أكثر من الفرق المعروفة وحتى من الفريق المنظم. كذلك محمد مادي احسن هداف في الدور الاول توفيق 36 هدف، ومن احسن لاعبين في الدور الاول تم اختياره تقريبا في المراتب الثلاثه الاولى. وشيء اخر اللي بعد في درجة مع بعض الصحافه العالميه كانوا دائما وابدا يقولون حقيقه عندكم فريق طيب ومستقبله واعد وقاعد يقدم في كره يد عصريه ودخل في زمرة الكبار، وهذا برشا ناس ربما ما تحبذش تكون شعب صغير العدد على مستوى عدد النسمات من 10 ملايين فقط ويقدم في مردود طيب يثير شوي من الحسد، وكل ناجح محصول بطبيعة الحال. على كل حال إن شاء الله الأمور ترجع إلى نصابها وفي نطاقها الرياضي البحث، وتونس دوما وأبدا مثال للأخلاق الرياضية ودائما وابدا تحترم ميثاق الرياضي وتشرف في كل المجالات وتقبل سواء الانتصار تصرفها ما يفوقش وما يخرجش عن ما هو عادي
أو كذلك عند الهزيمة نقبلوها بصدر رحب وما نحبوش أشياء أخرى تدخل باش تحكم علينا بتعتع الثرى بأشياء غير معقولة وغير رياضية وبطرق غير شرعية. والرياضة بطبيعة الحال فيها منتصر وفيها منهزم ولا بد أن نقبلها مهما كانت القرارات. ما زلنا إذا ننتظر. نذكر من جديد أن النتائج اللي حصلت في هذا الدور ثمن النهائي، كوبا كانت انتصرت على الدنمارك بنتيجة 32-24 بعد ما كانت منهزمة في الشوط الأول 14-13، ثم ألمانيا انتصرت على الجزائر 28-17 بعد ما كانت ألمانيا منتصرة في الشوط الأول 14-9، روسيا انتصرت على كوريا 31-23 بعد ما كانت منتصرة في الشوط الأول 16-8، والفائز من هذه المباراة تونس ومصر هو اللي باش يتقابل في الدور الربع النهائي مع المنتخب الروسي اللي يلقبوه هنا بالدب الروسي. إذا باش ينطلق اللعب من جديد والكرة لفائدة مصر بلاد. ترجع الكرة إذا المنتخب المصري 19 دقيقة و 35 ثانية. نذكر سادة مشاهدي قناة تونس 7 الفضائية وكذلك متتبعي الإذاعة الوطنية أن النتيجة 19-18 لفائدة المنتخب المصري في هذا الشوط الثاني من المباراة الأخيرة للدور بمجمع الصالات بالقاعة الكبيرة بين المنتخب المصري والمنتخب التونسي في إطار الدور الثمن النهائي لبطولة العالم لكرة اليد. نذكروا أن المنتخب التونسي في إيزلندا كان وصل للدور كذلك الثمن النهائي وانهزم بضربة جزاء أمام المنتخب الكرواتي اللي كان أحرز على الميدالية الذهبية بأتلانتا 96، ثم سنة 97 المنتخب التونسي في اليابان أحرز المرتبة 16 بعد ما تأهل للدور الثمن النهائي وانهزم امام بطل العالم روسيا بنتيجه 20-14. وهذه بالنسبه للمنتخب التونسي المشاركه الثالثه على التوالي. كذلك توفيق المنتخب الوطني التونسي متركب من عديد شبان اللي احرزوا لاول مره في تاريخ كره اليد التونسيه على البطوله الافريقيه للامم للاواسط في مصر بالذات امام مصر والجزائر سنه 96 في مارس 96. ويتواصل اللعب محمود حسين، مروان رجب، احمد بلال، حازم عواد، ويدخل نبيل جواد، مروان رجب، محمود حسين، احمد بلال، عصام تاجي قص الكره فما رميه حره، نبيل جوهر، حازم عواد يحاول يمر، احمد بلال، نبيل جوهر، محمود حسين، احمد بلال ويمررها وفما دخول في المنطقة صحيحة. إذا ترجع الكرة لفائدة المنتخب التونسي اللي يلزمه يستغل هذا الهجوم. وليد بن عمر صانع ألعاب، علي مادي، محمد مادي، مكرم الجرو، محمد مادي، وليد بن عمر، صبحي سيوت، علي مادي، صبحي سيوت، وليد بن عمر، ترجع الكرة إلى صبحي سيوت وتوصل الى علي مادي. صبحي سيود يحاول باش يمشي بالكره ويصوب ويسجل. وش الحكم ايش يقول؟ يعاود يعطي مخالفه تاع رميه حره بعد ما صوب وسجل صبحي سيود. غريبه مثل هذه القرارات. ترجع الكره من جديد الى صبحي سيود، وليد بن عمر، وليد بن عمر، وترجع الى مكرم الجارو، مكرم الجارو يصوب ولا الحارس يتصدى، مكرم الجارو تسرع هنا والنقيب يتصدى ومحمد مادي يوسي مكرم الجارو لانه تسرع شويه وبرجله يخرجها. اذا الحارس محمد النقيب. وكان وليد بن عمر تليق على الجناح لانه كل المدافعين مشاو نحو وليد بن عمر، مشاو نحو مكرم الجارو، احمد بلال، مروان رجب، محمود حسين، وشريف مؤمن يدخل كيلعب دائره ثاني ثم يرجع مكانه، احمد بلال، حازم عواد، احمد بلال يحاول يمر فما رمي حره قبل. 21 دقيقه لعب و35 ثانيه ونتيجه 19-18 لفائده المنتخب المصري. احمد بلال، حازم عواد، احمد بلال يحاول يمر والحكم يتفطن لتمويه احمد بلال لانه جبد محمد مسعودي معه.
نبيل جوهر في تنفيذ رمية حرة، أحمد بيلال، محمود حسين، ويلعب المنتخب المصري بزوز لاعبي دايرة، مروان رجب ونبيل جوهر، محمود حسين، أحمد بيلال، حازم عواد، يمر وتتقص له الكرة، فما رمية حرة. إذن استماتة كبيرة من جانب الدفاع المنتخب التونسي في هذه اللحظات الأخيرة، ويزم إذا الدفاع يمشي أكيد المنتخب، لأنه على مستوى الهجوم ما يلزمش التسرع على أكثر لا أقل، بإمكان المنتخب التونسي باش يعود لهذه المباراة. رمية حرة للمنتخب المصري، عملية ثنائية لأحمد بيلال، وعلى القائم ترجع من العارضة وتخرج كرة للمنتخب التونسي. فعلا نشوف الحارس ما يسيبهاش فيها، وعصام تاج وتسرع. عصام تاج تسرع، كان هجوم لفائدتنا، غريبة ياسر مثل هذه الكرة تضيع ويكون الهدف من شريف مومن، غريبة ياسر، كان هدف لفائدة المنتخب التونسي يعود. ما حقوش عصام تاج تسرع في إخراج هذه الكرة، كان الحارس لأنه خرج مناطق وبقى لامس الكرة وهي مخالفة أصلها ضد الحارس، لأنه يلزم الحكم لما يزفر ويعلن عن المخالفة يلزم بسرعة يتم تنفيذها ويرجع ما يقومش ماسكها اللاعب المنافس. على كل حال شوف هنا تدخل محمد مدحت حصل على مخالفة، لأن 20-18 ضد أهداف الفريق ما يلزمش قبول أكثر من هدفين بالنسبة للمنتخب التونسي، ويلزمه يسجل وذل الفارق. أرضية مبلة ويتم مسحها، ثم بعض أخطاء، ترجع كرة إلى صبحي سيود، وليد بن عمر بقى محافظ على الكرة نتاعو، صبحي سيود وتصل إلى محمد مادي وترجع الكرة، نقيب يتصدى لهذه الكرة كجناح محمد مادي، مثل الكرات هذه تجم تسخن الحارس مرمى، يهرب على جوهر والحارس يخرج الكرة في التماس لفائدة المنتخب التونسي. ترجع كرة وليد بن عمر وهدف، والهدف محمد المسعودي لاعب الدائرة. اذا 20-19 ويبقى ملقى على الميدان، ان شاء الله يقوم لباس محمد المسعودي صاحب الهدف الاخير رقم 19. اذا يصبح الفارق هدف واحد فقط، ويلزم المنتخب التونسي يحافظ على برود دمه، لانه كما قلنا ماهوش متشنج بالرغم من بعض القرارات اللي ماهيش صايبه، وابقى محافظ على برود الدم وبالرغم من صغر سن اللاعبين. شوفوا هنا الاعاده باش يخرج من الدائره محمد المسعودي ويذل الفارق ويصبح فارق هدف واحد فقط. يستأنف اللعب اذا مروان رجب الى احمد بلال، حازم عواد، مروان رجب، احمد بلال يحاول يمر، مروان رجب الى نبيل جوهر ويسجل. اذا يصبح الفارق من جديد هدفين، 21-19، ونبيل جوهر بلقطه فنيه يتمكن من تسجيل الرقم 21، وترجع الكره الى محمد مادي، صبحي سيود، بن عمر، مادي، الجرو يحاول باش يخترق، وعلي مادي يقص هذه الكره، وثم مخالفه تسعة امتار كانت ضد اللاعب احمد بلال. محمد المسعودي، محمد مادي، مكرم الجارو، وليد بن عمر، صبحي سيود يحاول باش يدخل، صبحي سيود شوف دفع للاعب والحكم ما يعطي حتى شيء، لانه اصبح في زاويه صعبه جدا على مستوى الجناح صبحي سيود، يهرب على شوف لاعب رقم 14 كيفاش يدفع والحكم ما يقول حتى شيء، غريبه ياسر، هاي الاعاده اكبر دليل على ذلك. مروان رجب دفعه وسكر عليه الزاويه، وبالرغم من ذلك
الحكم امر بمسافه اللعب، رجع الى احمد رجب، احمد رجب وجه لوجه ويسجل 22 19 ثلاثة اهداف فارق 22 19 من احمد بلال قائد فريق المنتخب المصري. توصل الى صبحي سيود، صبحي سيود علي مادي، صبحي سيود وما يلزمش التصويب من صبحي سيود واصبح يصوب من كل المسافات اقل من 5 دقائق 4 دقائق و10 ثواني، والمنتخب المصري اصبح متفوق ب3 اهداف ومعاه الكره. بطبيعة الحال اعصاب شويه تشنجت من جانب المنتخب التونسي بعد كثير من القرارات، والحكم سهل الماموريه برشا على المنتخب المصري. مؤمن الشريف توصل الى محمود حسين واحمد بلال ويتحصل على مخالفه رميه حره لفائده المنتخب المصري. احمد بلال توصل الى حازم عوض، احمد بلال، احمد بلال ويمشي بالكره ويتعكس الهجوم لفائده المنتخب التونسي. ما يلزمش التسرع، مازال اللعب مازال، يلزم يبقى محافظ على برود الدم، يخرج ذاكر اسبوعي ويدخل وليد بن عمر، ويلزم التصويب في مسافات تكون مناسبه للتهديف بالنسبه للمنتخب التونسي. ترجع الكره الى محمد مادي وتدخل من مكرم الجرو، مكرم الجرو يتحسن على مخالفه، محمد المسعودي، وليد بن عمر، وليد بن عمر ورائيه الى صبحي سيود، ثم من جديد الى والهدف. إذن تصبح النتيجة فارق هدفين 22 20 من محمد مادي على أثر تصويب مسافة 9 أمتار. باهي من محمد مادي تو، وإذن هدفين. يلزم المنتخب التونسي الآن ما يقبلش هدف، مازال اللعب مازال متواصل، يلزم يحافظ على برود الدم ووقت مستقطع يطلبه المدرب والمدير الفني الإسباني الأصل كوستا اللي يشرف على الحظوظ الفنية للمنتخب المصري. وشفنا بلال دون الدخول في متاهات اخرى وما نحبوش نكرروا فيها، شفنا بعض اخطاء وما ظفرش عليها لما تكون المنتخب التونسي، في حين اعلن عليها لما تكون بحوزه المنتخب المصري. على كل نعرف عامل الجمهور عنده تاثير، وثم تنظيم يكون في البلد المنظم واشياء اخرى كثيره، حتى ان الجمهور هدد بمقاطعه الدوره اذا كان ما يترشحش المنتخب المصري. نحن من جانبنا كمنتخب تونسي عندنا هدف واحد فقط، هو احترام الميثاق الرياضي واللعب بكل روح رياضيه واحترام اللعبه واحترام القوانين نتاعها، ومهما كانت النتيجه نحن دائما وابدا نتقبلها بصدر رحب، وهذا الشيء اللي تربينا عليه ودائما وابدا ذات به تونس سمعة طيبة في المحافل الدولية. مستأنف اللعب، إذا ترجع كرة مروان رجب، أحمد بلال، ولازمنا ما نقبلوش هدف الآن. مروان رجب، حازم عواد، أحمد بلال، نبيل جوهر في التنفيذ أمام مكرم الجرو، حازم عواد، أحمد بلال، والحكم ينبه على نبيل جوهر، ينبه على عصام تاج في تنفيذ رمي حر نبيل جوهر. احمد بلال، محمود حسين، احمد بلال يمر ورمي حره اقل من 3 دقائق على انتهاء المباراه، ثم ربح الوقت من جانب المنتخب المصري حتى ولو يكون ثم دخول بقوه بالطبيعه يحب يربح الوقت، وهو متفوق بهدفين فارق، كل رمي حره تزيد ترتح من لاعبيته اكثر. في تنفيذ رمية حرة نبيل جوهر، مروان رجب يدخل كلاعب دائرة ثاني، أحمد بلال، محمود حسين، شريف مؤمن، محمود حسين، أحمد بلال ورمية حرة، ومعاش اللاعبين المصريين يسوبوا يحافظوا أكثر ما يمكن على الكرة. حتى الدخول بقوة شفنا كيفاش مع عصام تاج، أحمد بلال ومخالفة بطبيعة الحال، ثم خبرة كذلك من لاعبي المنتخب المصري كما أحمد بلال. توصل إلى أحمد بلال من جديد، ثم حازم، أحمد بلال، أحمد بلال مازال محافظ على كورته،
ويتحسن على المخالفة عم تشوف كل الكرة سوت تمر من أحمد بلال اللي بحكم الخبرة متاعه يقعد يربح في مخالفات من 9 أمتار، والخبرة بطبيعة الحال تدخل الآن وتلعب دورها في هذه الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة اللي نجم نقوله كان المنتخب التونسي لولا بعض الأخطاء لكان منتصر فيها. شوفوا حازم يدخل ويسجل، سجل هدف اليابان، والآن في مصر بالذات بين